هل في شعوب بطبعها بتهتم بالمعلومات وشعوب أخرى لا؟ يعني أنا أعتقد إنه الشعب المصري والشعوب العربية بصفة عامة شعوب يغلب عليها الثقافة التقريبية شوية، يعني دايما بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا مش عايز أبقى دقيق قوي، يعني هاجي لك بعد الظهر مثلا، أكلمك مش عارف بالليل، بالليل. يعني حاجات كده. بالليل ده بقى ممتد من إمتى لإمتى؟ مفيش الدقة في ودي طبعا جزء من فكرة المعلومة المحددة. انا اعتقد انه في شعوب بطبيعتها بتكون من النوع ده او من النوع ده، لكن كمان التعليم مهم، ومش التعليم بمعنى الشهاده، يعني يجب ان نفرق ما بين التعلم والحصول على شهاده. انا بتكلم على التعلم نفسه، التعلم لازم يكون مبني على تفكير علمي منطقي معتمد على المعلومات ومعتمد على القرائن، وليس معتمدا على الظن او التقريب او التصورات او الخزعبلات إلى آخره. يعني استقبال بعض الشعوب للإشاعات مختلف. صحيح صحيح. كيف يأتي هذا الاختلاف؟ يعني أنا أعتقد أنه إذا الواحد سمع أي خبر وأول حاجة يعملها أنه هو يعمله شيرينج، يشيره مع كل معلومة. في ناس بتشير مع كل الناس الموجودة معاها على الموبايل، يعني بغض النظر هو بيشير إيه. وفي بعض الأحيان بتكون معلومة خاطئة وبتنتشر بشكل كبير جدا، وفي بعض الناس يقول لك ازاي ده جات لي من 10 مصادر، يعني العشر مصادر فتصبح اقرب الى الحقيقه، اقرب يعني الى الحقيقه. فاحنا بنكسب المعلومه الخاطئه، بنكسبها رداء مختلف، رداء حقيقي في حين هي غير حقيقيه، وده يمكن ان يؤدي لمشاكل كثيره جدا في معرفه الشعوب كمان، لانه يعني بتستقر بعض المعارف الخاطئه في حتى مش بس في النواحي السياسية، لكن حتى في الغذاء مثلا، في الأدوية، في البتاع، بنجد إن في كم ضخم جدا من الناس اللي بتعيد إرسال معلومات غير موثقة وغير متأكدة منها، وقد تكون ضارة فعلا. قد تكون ضارة. حضرتك درست إحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أيوة. وأعتقد أنه في هذه الفترة كان الإحصاء ده مجال جديد نوعا ما في كليات الجامعة. صحيح. ثم تخصصت في الإحصاء الطبي، أيوة. في لندن. يعني كيف جاءت هذه يعني ويعني إيه إحصاء طبي؟ يعني هو الإحصاء الطبي هو أحد فروع الإحصاء التطبيقي. ففي عادة في مرحلة البكالوريوس الواحد بياخد إحصاء تطبيقي، وبعدين في الدراسات العليا بيدخل في تخصص اكثر دقه. فالتخصص اللي كان دقيق اللي يعني فكرت ان انا ادرسه، وانا كنت بدرس احصاء سكاني وصحي اللي هو بيطلق عليه الاحصاء الصحي، فده مثلا مسببات الامراض، مسببات الوفيات، مده البقاء على قيد الحياه بعد مرض معين او بعد اجراء عمليه معينه، هي دي كل الحاجات اللي عاده بيتم تناولها بنماذج رياضيه معينه في مجال الاحصاء الطبي. لكن هو بصفة عامة الإحصاء التطبيقي المجالات المختلفة بتاعته بتتقارب من ناحية المنهجيات اللي الواحد بيستخدمها، فبالتالي هي بتدي تخصص في فرع معين، ولكن هي بتدي فهم متكامل لعلم الإحصاء اللي هو أصبح بيدخل في تخصصات كثيرة في كل شيء الحقيقة، في العلوم السياسية وفي طبعا الطبيعة والكيمياء وفي الطب وفي علم الاجتماع وفي علم النفس، يعني في كل الفروع.